مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نستعرض فيه أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية وكذلك الدولية. تابعونا بعد فاصل قصير. ونحن نتلمس الأحداث ونبدأ من صحيفة المدى ونقرأ مقالا بعنوان حول درس تشرين ودرس بنغلاديش الأخير للكاتب علي حسين. ما هو الفارق، يقول الكاتب، بين ما جرى في تشرين عام 2019 وفي بغداد تحديدا والمحافظات العراقية وما جرى في البلاد الفقيرة بنغلاديش خلال الأيام الماضية. في العراق قتل أكثر من 700 شاب وجرح الآلاف وتم تغييب المئات. المسؤول عن الكارثة لا يزال يقدم النصائح لبناء مجتمع ديمقراطي، بينما في بنغلاديش اضطرت رئيسة الوزراء إلى الهروب من البلاد فورا بعد تظاهرات الطلبة التي أسفرت عن مقتل 300 شخص. يسلط الكاتب هنا الضوء واسعا على الفرق بين ردود الفعل الحكومية في البلدين تجاه الاحتجاجات. في العراق قمعت الاحتجاجات الحكومة بعنف، بينما في بنغلاديش استجاب النظام برحيل رئيسة الوزراء. ويستعرض الكاتب أيضا كيف استغلت الأحزاب العراقية حركة تشرين لتحقيق مكاسب سياسية. مثلا في بنغلاديش يقول: ساند الجيش المتظاهرين مما أدى إلى تغيير سياسي كبير واضح. أما في العراق فقد واجه المتظاهرون عنفا ليس له مثيل من القوات الأمنية، مما زاد من تعقيد الأوضاع السياسية والاجتماعية. وينقد الكاتب هنا أيضا استغلال الأحزاب للحراك الشبابي لتحقيق مكاسب سياسية دون تحقيق أي تغييرات حقيقية. ما هو الفارق بين ما جرى في تشرين عام 2019 في بغداد والمحافظات وما جرى في البلاد الفقيرة بنغلاديش خلال الأيام الماضية؟ في العراق جرى قتل أكثر من 700 شاب وجرح الآلاف وتغييب المئات، والمسؤول عن الكارثة لا يزال يخرج علينا كل يوم يقدم النصائح لبناء مجتمع ديمقراطي لا مكان فيه للأصوات التي ترفض الهيمنة والانتهازية وسرقة المال العام. في بنغلاديش اضطرت رئيسة الوزراء إلى الهروب من البلاد بعد تظاهرات قام بها الطلبة أسفرت عن مقتل 300 شخص. في بلاد الرافدين لا يريدون لك أن تسأل عن الذين قتلوا ومن قتلهم ومتى سيقدم المسؤول للعدالة. بشماعة الأجندات الخارجية منع المواطن العراقي من حق السؤال والمعرفة، فيما قررت رئيسة بنغلاديش ترك كرسي الحكم من دون أن تتهم المتظاهرين بالجوكرية. خاض طلبة بنغلاديش حربا شرسة من أجل إقرار العدالة. وفي العراق خرج مئات الآلاف من الشباب للبحث عن العدالة أيضا. في بنغلاديش وقف الجيش إلى جانب الطلبة المحتجين وساندهم. وفي بلادنا أصر بعض الضباط الكبار على غلاق ساحات الاحتجاج بالدم العراقي. خرج طلبة بنغلاديش فانضمت لهم الأحزاب المعارضة، وخرج شباب تشرين فاستغلتهم دكاكين الأحزاب المستقلة لتصعد على أكتاف شباب تشرين. البعض منهم أصبح مستشارا في الحكومة، والبعض الآخر تسلل إلى مكتب رئيس الجمهورية. عن صيرورة الأحداث في العراق نقرأ من طريق الشعب مقالا لعلي جغاتي يقول فيه: نتواصل وتتواصل حملة الرفض لمساعي الإطار التنسيقي فرض تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 59 وألف على العراقيين، حيث أشار أعضاء في مجلس النواب إلى أن بعض قوى الإطار ساومت كتلا سنية بالموافقة على تشريع قانون العفو العام مقابل تعديل قانون الأحوال الشخصية. يتناول الكاتب التحركات المستمرة لرفض التعديل، مبينا أن مجلس النواب أخفق في تمثيل المواطنين بشكل صحيح. أكد التحالف أن التعديل المقترح هذا سيؤدي إلى تراجع حقوق المرأة العراقية ومكتسباتها القانونية.
تتواصل حملة الرفض لمساعي الإطار التنسيقي فرض تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 59 و900 ألف على العراقيين. ورغم التنديد بمحاولة إذكاء الطائفية وسلب مكتسبات المرأة العراقية، إلا أن بعض أطراف الإطار أصرت على مساومة بقية الأطراف السياسية وفق ما أشار له أعضاء في مجلس النواب، حيث أكدوا أن هذه القوى ساومت كتلاً سنية بعدم الموافقة على تشريع قانون العفو العام في حال رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية. ورغم أن التجربة أثبتت فشل الكتل المتنفذة في إدارة الدولة عن طريق المحاصصة، إلا أنها تصر بطريقة غير مبررة على انتهاج نفس السلوك الشائن متجاوزة كل الأعراف السياسية، حيث تساءل مدونون وناشطون عن علاقة قانون العفو العام بقانون الأحوال الشخصية وما هي مبررات المساومة، وهل يمكن لحقوق المواطنين ومكتسباتهم أن تكون لعبة سياسية في يد جهة ما لأغراض المساومة والابتزاز؟ إلى مقال آخر، صرير قلم شفق نيوز يقول في تقريره: عدم تقديم الحكومة العراقية رعاية صحية كافية للشعب رغم المزايدات المالية القياسية، حيث يسلط الضوء على تدهور الصحة العامة في مدن الاستخراج النفطي مثل البصرة، حيث ترتفع معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية وأمراض الجهازين التنفسي والعصبي. يطالب التقرير بالضرورة اتخاذ إجراءات وطنية ملموسة لتحسين الوضع الصحي والبيئي وتوفير مراكز علاج متخصصة باستخدام أموال المنافع الاجتماعية المتأتية من الأرباح النفطية. النقد الرئيس هنا موجه إلى الحكومة العراقية والشركات النفطية الكبرى المختلفة بسبب فشلها الذريع في مراعاة المعايير البيئية والصحية. يضيف التقرير أن الحكومة العراقية تتعمد حجم المعلومات حول أعداد المرضى المصابين بأمراض مرتبطة بالتلوث النفطي، مما يزيد من صعوبة التعامل مع الأزمة. يشير التقرير أيضاً إلى أن الفساد المستشري يعوق الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية الصحية والبيئية في المناطق المتضررة. البصرة الغنية بالنفط يشكو سكانها الذين يعيشون قرب المواقع النفطية من ارتفاع معدل الإصابة بالأمراض السرطانية وأمراض الجهازين التنفسي والعصبي، مقابل ندرة الأدوية وفقر الرعاية الصحية في القطاع العام، وهو ما يجبر المرضى على السفر للعلاج في الخارج وتحديداً في إيران والهند وتركيا والأردن ولبنان، وبالتالي إنفاق مبالغ هائلة، الأمر الذي يساهم في هدر المال وتوجيهه إلى الخارج. فيما لفت إلى أنه ليست هناك بيانات حكومية دقيقة توضح أعداد المصابين بالسرطان، حيث تتعمد السلطات الصحية حجب أي معلومات أو بيانات توضح أعداد المرضى، فيتم التعامل معها على أنها مواضيع حساسة يجب عدم الخوض فيها، وتتم معاقبة من يصرح بأي معلومة إلى وسائل الإعلام، مضيفاً أن التكلفة البشرية تأتي كإضافة للخسائر الكبيرة التي تلحقها صناعة النفط بالبيئة، إذ تئن البيئة العراقية تحت وطأة فساد مستشر يخلف وراءه كارثة بيئية تهدد صحة وحياة الأجيال القادمة. وحول احتلال افتات في القتل والتجويع، نقلت مجلة نيشن مقال للكاتب يوسف الجمل يقول فيه: كيفية استخدام إسرائيل للجوع كسلاح في حربها الضروس ضد الفلسطينيين في غزة. ورغم التحذيرات الدولية لم تواجه إسرائيل عواقب مادية. استهدفت القوات الإسرائيلية، يقول، المستشفيات والمساعدات الغذائية، مما زاد من معاناة سكان غزة. يشير الجمل هنا إلى أن المجتمع الدولي لم يتجاوز بيانات الإدانة فقط، وأن المجاعة في غزة هي ظاهرة من صنع الإنسان نفسه يمكن وقفها بإجراءات دولية حاسمة. يسلط الكاتب الضوء واسعاً على المشاهد المروعة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، حيث يتم استهداف الأشخاص أثناء محاولتهم فقط الحصول على الغذاء،
يدعو الجمل إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية ناجعة لإنهاء الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى المحتاجين. عندما بدأت المجاعة تنتشر في غزة لأول مرة في نهاية تشرين الأول أكتوبر عام 2023، أعرب المجتمع الدولي عن قلقه، وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن الناس في غزة يتضورون جوعاً حتى الموت. وأصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بيانات تحث إسرائيل على فتح المعابر والسماح بدخول شاحنات المساعدات. كان ذلك قبل أشهر، وقد ازدادت الأزمة الإنسانية في غزة سوءاً بكل المقاييس، وأصبح تجويع الفلسطينيين أمراً طبيعياً. واليوم تنتشر المجاعة في شمال غزة وجنوبها دون أي احتجاج يذكر من المجتمع الدولي. لقد اعتاد الفلسطينيون بالفعل على استخدام الجوع ضدهم كسلاح، فقد خضعت غزة منذ سنة 2007 لحصار إسرائيلي مشدد، وكان الجيش الإسرائيلي يحدد كمية الطعام التي يسمح بعبورها عبر الحدود بناء على الحد الأدنى من السعرات الحرارية التي يحتاجها الفلسطينيون لتجنب سوء التغذية. وكان قادة المجتمع الدولي غالبا ما يغضون الطرف عن ذلك، ولقد عرف الفلسطينيون في غزة منذ سنوات أن موتهم أمر مقبول. كلمات الاستنكار أصبحت لا تعني شيئا في ظل القنابل التي تستمر الولايات المتحدة في شحنها، والمجاعة في غزة هي ظاهرة من صنع الإنسان ويمكن وقفها. نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريراً حول تأثير المقاطعة في الدول الإسلامية على الماركات الغربية وسلاسل الطعام السريع. المقاطعة هذه التي جاءت احتجاجاً على دعم الشركات الأم لإسرائيل في حربها ضد غزة، حيث تركت أثراً كبيراً على موارد الشركات المتعددة الجنسيات من مصر إلى إندونيسيا برفض المستهلكين البضائع التي تنتجها شركات مثل كوكاكولا، ستاربكس، بيتزا هات. أشار التقرير إلى تراجع أرباح هذه الشركات بشكل ملحوظ في ظل المقاطعة المستمرة، حيث تضررت الشركات متعددة الجنسيات بشكل كبير من المقاطعة، حيث سجلت خسائر في المبيعات والأرباح. يشير هنا التقرير إلى أن هذه الشركات تحاول التقليل من تأثير المقاطعة بالتركيز على أسواق أخرى، إلا أن الأضرار المالية تظل واضحة وملموسة. فمن مصر إلى إندونيسيا والسعودية وباكستان، يرفض المستهلكون البضائع التي تنتجها شركات مثل كوكاكولا وستاربكس ومونديلز وبيتزا هات، وذلك احتجاجاً على ما ينظر إليه كدعم الشركات الأم لإسرائيل في حربها ضد غزة. ونقلت الصحيفة عن أربار ساندهو المدير التنفيذي لشركة مطاعم أمريكانا التي تدير امتيازات كريسبي كريم وبيتزا هات وكي اف سي في الشرق الأوسط وكازاخستان، قوله: هذه الحادثة غير مسبوقة، وطول أمد الحادثة غير مسبوق، وكذا كثافتها غير مسبوقة. فالمقاطعة هي الأكثر انتشاراً، ولم يمر شيء على الذاكرة الحديثة مثلها، ويتم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحفزها الحكومة وحركة المقاطعة. وسحب الاستثمارات والعقوبات أو BDS بشكل يؤكد أهمية حملات التواصل الاجتماعي التي تظهر فجأة وتؤلم الشركات العملاقة. وفي الوقت الذي استطاعت الشركات متعددة الجنسيات امتصاص الضربة في المبيعات نتيجة لتوزعها الجغرافي والفئوي، إلا أن أصحاب الامتيازات الذين يشغلون ماركاتها في أسواق تنتشر فيها المقاطعة بشكل واسع لم يستطيعوا الإفلات من الضربة بسهولة. أحداث الحلقة مستمرة بعد الكاريكاتور.
أهلا بكم من جديد. ونحن نعانق هموم الأمة. في منتصف يونيو حزيران الماضي أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 10 ملايين شخص فروا من بيوتهم في السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في إبريل نيسان 2023. وتؤكد كل المنظمات الدولية تفاقم الأزمة الإنسانية في بؤر الصراع الساخنة بالسودان ومناطق النزوح التي يلفت فيها طغيان مظاهر الحياة البدائية وفقدان الخدمات الاعتيادية في المدن. وهذه حال الناس هناك في كل البلاد اليوم مع استمرار القتال والتشرد الذي يحتم تزايد التحذيرات الأممية والدولية لتجنيب ملايين من الناس كوارث المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال المحتدم الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد. وفي جنوب كردفان التي تحتضن عشرات آلاف النازحين العزل بلغت المعاناة الإنسانية ذروتها في الأسابيع الأخيرة، فمناطقها الريفية التي لا تمتلك في الأصل مقومات استقبال عدد كبير من الناس واجهت مشكلة فشل الموسم الزراعي هذا العام نتيجة قلة هطول الأمطار، وتعرضت لغزو الجراد كذلك في وقت تواجه فيه ندرة في السلع الأساسية بسبب انقطاع الطرق جراء الحرب ونهب قوات الدعم السريع محاصيل زراعية، حيث يتحرك بعض النازحين على الجمال ويمكث آخرون في بيوت من قش زاد عددها بتأثير الحرب، ويجلس بعضهم في ظلال الأشجار ويتعلم أطفالهم في سهول، وتنقل نساء المياه تنقل النساء المياه بدلا من حملها فوق رؤوسهن. نشاهد الآن تقريرا من مواقع الصحف. بيان نادر لمجموعة فاغنر الروسية أقرت فيه بتكبدها خسائر كبيرة خلال معارك في آخر معقل للمتمردين الطوارق بمالي، وتحديدا في بلدة تينزواتين شمالي البلاد قرب الحدود مع الجزائر، حيث قتل عدد كبير من عناصر فاغنر بينهم القائد سيرغي شيفتشينكو. أجبر المجموعة الروسية والجيش المالي على الانسحاب بعد قتال ضار دام لأيام، لتدخل أوكرانيا بعدها على خط المواجهة، زاعمة أنها شاركت في كمين نصب لمجموعة فاغنر هناك، لكنها لم تعلن ما إذا كان الجيش الأوكراني شارك في القتال. فما الذي يحدث في شمال مالي بين الجيش والمتمردين الطوارق؟ وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر خسائر فاغنر في حسابات وجودها في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا؟ أسئلة سنجيب عليها في قصتنا. القصة بدأت عام 2012 عندما شن انفصاليون بقيادة الطوارق تمرداً ضد حكومة المجلس العسكري في مالي، ساعين لإقامة دولة مستقلة في الشمال تحمل اسم أزواد لا يشعر فيها الطوارق بالتهميش من قبل السلطات المركزية في باماكو. وبعد أن كانت لهم الغلبة في السنوات اللاحقة وسيطروا على مناطق عدة في الشمال، فقدوا السيطرة على المنطقة تدريجياً. بعد أن أطلق الجيش المالي عام 2022 عملية عسكرية واسعة النطاق من أجل ما سماه توحيد الأرض بأمر من المجلس العسكري الذي جاء على دبابة انقلاب عام 2020، وقرر التخلي عن التحالف مع فرنسا وأولى وجهه صوب روسيا للحصول على أسلحة جديدة ودعم مجموعة فاغنر الخاصة لمواجهة المجموعات المتمردة. الجيش وحليفته فاغنر تمكنا مطلع عام 2024 من السيطرة على مدينة كيدال عاصمة شمال مالي ومعقل المتمردين الطوارق، كما سيطروا على منطقة إنفراك الاستراتيجية الواقعة على بعد 120 كيلومتراً شمال غربي تيساليت في منطقة كيدال. وفي ظل هذه التحركات العسكرية لتضييق الخناق على الطوارق، بقيت مدينة تينزواتين التي تتمتع بأهمية استراتيجية وتعد أهم مركز للتبادل التجاري على الحدود مع الجزائر آخر ملاذات الطوارق،
الذين يستشرسون للحفاظ عليها. ومع تقدم الجيش ومقاتلي فاغنر لاختراق تحصينات الانفصاليين الطوارق في المدينة، كانت التكهنات تدور حول حتمية سقوط تنزواتين مثل ما سبقتها من مدن ومناطق في يد المجلس العسكري. إلى اللقاء.